بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس وائل طيب، ارحب بيكم في درس جديد من اس بي ستوديو. النهارده هنتكلم ازاي نقدر نعمل ريبيت، تكرار لتصميم تساقط ثلاثي من النص او هاف دروب ريبيت بالنسبه للتصميم الموجود قصادنا. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله ومش هتاخد مننا وقت، والطريقة دي طبعا اي تصميم هتعملوه هتتبع نفس الخطوات دي في الفوتوشوب. الاول هنرسم الوحدة بتاعتنا او الديزاين اللي احنا عايزين نعمله تكرار. الكلام ده بالنسبة ل اذا عايزين نعمل خلفيات ممكن نشغلها في الويب بيج، او خلفيات هنطبعها على الملابس. ده التصميم بتاعي زي ما احنا شايفين. اول حاجة انا عايز اعمله سقوط هاف دروب من النص. هعمل الكلام ده ازاي؟ هدخل على فلتر، الاول هعمل سيلكت اول او كنترول اي، بعد كده باخد كنترول سي كوبي، تمام، وهدخل على فلتر على اذر على اوفست، وببتدي اشوف بقى انا عايز. طبعا هنصفره صفر زي النادي كده، صفر فيرتيكال وصفر هوريزنتال، وهن الديفولت بتاعنا اللي هو وورب اراوند، تمام. هبتدي المفروض ان انا عارف التصميم ده كان بالبيكسل، ده بيشتغل بالبيكسل. انا لو مش عارف وهبتدي احرك كده السلايدز بتاعي زي ما انا شايف كده، لغايه ما احس تقريبا بان هو تصميم متوسط زي ما احنا شايفين كده. هقول له بعد كده ايه؟ اوكي. هدخل على ايمج سايز، انا عندي هنا العرض بتاعي 1200 بكسل، يعني هزود عليه 1200 تاني. بدخل على ايمج كانفاس، انا هحول من سنتيمتر لبكسل، هخليه ده 2400، تمام. وهقول له ايه؟ انتر. بعد كده هعمل كنترول في، احنا كنا خدنا قبل كده كوبي سيلكت اول وكوبي، هعمل كنترول في ابيست، وده التصميم بتاعي بعد ما حطيته، يعني خدت النسخة بتاعتي اهي وجبتها على اليمين شوية عشان املا المساحة بتاعتي اللي انا كبرتها. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هخليهم، هدخل على اخليهم فلاتن ايمج، يعني قطعة واحدة. بعد كده هعمل كنترول اي او سيلكت اول اديت، هدخل بقى على حاجة اسمها ديفاين باترن، خلاص يعني حدد لي المساحة دي كلها كباترن. دي هنسميها هاف دروب، هاف دروب او زي ما احنا عايزين، هنسميها مثلا اي اسم او اي يعني روز واحد مثلا، سميها اوكي. هفتح بقى الملف الجديد اللي انا اللي عايز اعمل فيه التكرار ده. بس انت مثلا هقول انا محتاج، عايز اعمل حجم التصميم 50 × 60 سنتي، اوكي. هدخل بعد كده على edit fill، بعمل هنا بنزل لغاية اما الاقي pattern، وبعدين هفتح الاشكال اخر حاجة عندي اهي، اللي ان هو بينزل اخر pattern بتعمله بينزل في الاخر، اقول له اوكي، هو هيعمل اوتوماتيك هيملى لي المساحه دي كلها كده. احنا عملنا هاف دروب ريبيت اهو. طبعا بقى ايه التصميم؟ مفهوم يعني حسب ما احنا رسمنا الوحده التكراريه بتاعتنا او التصميم اللي احنا عايزين نعمله الهاف دروب دوت. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الدرس ده. الطريقه دي ممكن نستخدمها لو هنعمل باك جراوند لصفحات في الويب، او لو هنشتغل في التصميمات الملابس يعني عشان نعمل تغطية للقماش.
طبعا بالنسبة للويب ما بنشتغلش على ريزوليوشن 300، بنشتغل على 72، وبتبقى التصميمات سيمبل شوية عن كده. يعني ما بتبقاش حجم الملف كبير. بالنسبة للملابس طبعا بنشتغل على 300 دي بي اي، ولازم بتبقى الرسمة مفصولة كويس ومرسومة كويس لان هي بتطبع بعد كده. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس ده، وان شاء الله نتقابل في درس تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الدرس ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي. شكرا.